هنتابع على ارض الملعب الدقايق المتبقيه يمكن 20 دقيقه او يعني بالوقت المحتسب بدل من الضائع تقريبا. احمد توفيق على الارض، شقيق طبعا اكرم توفيق احد نجوم النادي الاهلي اللي عندهم مهمه النهارده امام الملكي المصري نادي الزمالك في الكلاسيكو القمه رقم 127 في الدوري المصري الممتاز من مؤجلات الجوله رقم 10 اللي بنلعب فيها مباراتنا دلوقتي ايضا، دي المباراه مؤجله من الجوله رقم 10. كوره تتلعب، محمد حمدي كامل كوره عرضيه، الهدف الثاني الهدف الثاني خلص الوحش الكونغولي فيستون مايلي يحط الكوره في اجمل صوره، هدفه الخامس في هذا الموسم ويحط الكوره في اجمل صوره. قلت خلوا عينيكم على اللي صنع الهدف، الجوكر اللي خد دوره وبقى طيار لما بقى ظهير ايسر في التشكيله وساب عمق الدفاع للبديل اللي نزل على ارض الملعب كان محمود مرعي. محمد حمدي لما طار يطير حرفيا يسهل حاجات كتير. ادي شوف هنا الهجمه من بدايتها، مصطفى فتحي حبه الكريز بوش رجله الخارجي والسندب للكعب العالي، اللمسه الواحده والتفاهم والانسجام والربط فيستون مايلي للكارتي، ومن الكارتي لكريم حافظ، ومن كريم حافظ الاوفرلاب من وراه يطير يسهل حاجات كتير هجوميا. محمد حمدي يرفع كرته العرضيه بالاتقان والتقنيه العاليه الكافيه للتقديم على الوحش الكونغولي فيستون مايلي، يحط كرته براسه مطرقه موجهه وفي وقتها بدون اي مناوشه دفاعيه.